أهلا بكم مشاهدينا، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس.com. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشدد في واشنطن على موقفه بشأن الاستيطان في القدس الشرقية، مؤكدا أن المدينة المقدسة ليست مستوطنة بل عاصمة إسرائيل. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبلغ المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل أن الظروف الراهنة غير مناسبة للعودة إلى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة في ظل القتل والاستيطان. مسؤول فلسطيني بارز يقول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرأس الوفد الفلسطيني للقمة العربية وحركة حماس ليست مدعوة. مشاورات ما قبل القمة العربية تتناول وضع خطة متكاملة للتصدي لحملة تهويد القدس وآلية لإدارة الخلافات العربية. حركة المقاومة الإسلامية حماس تتهم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 20 من عناصرها هناك، وتنتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لاستضافته والد الجندي الإسرائيلي الأسير لديها جلعاد شليط. القضاء العسكري اللبناني يحكم على مجموعة أصولية متعددة الجنسيات مرتبطة بتنظيم القاعدة بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و10 سنوات بتهم منها محاولة القيام بأعمال إرهابية. خادمات أجنبيات في لبنان يتحدثن عن تعرضهن للضرب والاغتصاب. شاعرة سعودية تعلن الحرب على الفتاوى الشريرة وتتلقى تهديدات بالقتل. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. تحية لكم وإلى اللقاء.